نبدأ بقى إيه، نكمل الطرق اللي في الناحية التانية. الطرق اللي في الناحية التانية بدأ من محور رقم 7 لمحور رقم كام؟ 3. مالت لاين من محور رقم 7 أهو، لمحور رقم 3 صح كده؟ وأروح قافله عشان السلم. هي باب هنا، الباب هو اللي بيبقى إيه؟ يحدد لي كل حاجة. ماشي؟ تيجي نرسم السلم المرة؟ نرسم السلم. طيب نرسم السلم ازاي؟ اول حاجه اشوف كده انت عامل له مش معمول له، نبدا نعمل له ايه؟ لير. هي لير واحده اسمها ستيرز وخلاص. خلاص؟ وخليها كونتينوس. ده حاجه في نفسي على كل. السلم بتاعنا ده 3 قلبات صح كده ولا لا؟ هشوف هشوف طوله كام؟ دايمنشن دي اي، واقول له الطول ده كله كام كده؟ 3 متر 75 صح؟ انا هاخد منه متر ومتر للقلبات، اروح من متر ومتر كده، متر هنا كده ادي متر وادي متر تاني صح كده؟ علشان اروح مع ايه؟ دي القلبه بتاعتي، اروح شده كده على هناك صح؟ وهنا راح اعمل برضو متر واروح شده على تحت خلاص، واروح ماسح دول كانوا بس كايه كبدايه، واروح اعمل من هنا برضو عرض بتاع متر، ومن هنا ايه متر صح كده، واروح راسم كده جميل. وهنا نفس الشيء بشيل ده بشيل ده صح كده؟ ده السلم بتاعه. عشان نعمل اللي هي ده المنور بتاع السلم صح؟ اروح اعمل له اوفست كده، طبعا الكوبستة بتبقى 12 سم صح؟ كده كده ده بره، خدها بره عشان ما تصغرش المتر صح كده، وراح اعمل ايه ترمات، ترم كده صح، ترم كده خلاص كده، ومن هنا ترم سوري اللي جنب تحت خلاص تمام. الدولة بس ده ما انتش محتاجه، ده مش محتاجه، ده مش محتاجه صح كده؟ بقى اروح نسمي ده ايه؟ مروه كده دوابير السلم، ده كده مش محتاج خلاص. طيب ابدا اشوف بقى ايه دايمنشن والطول ده كام من هنا لهنا؟ كام يا عم؟ متر 75 نقسمهم على كام؟ على 25 سم. النايمه 25 ادينا كام؟ كم؟ 7 نواحي صح كده، يعني 7 مسافات، يبقى المفروض ايه؟ 6. اروح رسم امر لاين كده منين؟ فروم النقطة دي على بعد كام؟ شيفت 2.25 وصفر اهو، واروح منزله هنا صح كده؟ واروح اعمل اوفست كام؟ 25 اهو بس كده صح؟ طيب السلم ده طالع ازاي؟ السلم ده طالع كده ماشي، طالما طالع كده يبقى الداش يتحط ايه؟ على شمال الخط اوفست 0.03 صح كده؟ اهو
ده كده برضه نفس الشيء، بس اروح اعمل كلمات للحاجات التانية كده، ده برضه نفس الشيء صح كده، بس ما هوش ليش بعمل ايه. هي اي نعم موجوده في لاير، احنا نسينا نجيب ستيرز من هنا على فكره. ماشي بسيط، نغير ازاي، نروح معلمين على كله كده، على كل اللي موجود هنا صح كده، والخط ده كمان نروح جايبين هنا ايه ستيرز، ماشي، ونجيب ستيرز بقى هي اللي تبقى موجوده. خلاص الباشمهندس بيسأل يقول لي طب السيرس دي نوع الخط بتاعها ايه؟ سوليد. طب ايه رايك بقى لو انا رحت معلم على الخط ده كده ورحت فاتح اللاير دي صح؟ هلاقي في هنا داش؟ مفيش داش، اقول له اذر واقول له لود واقول له هنا ايه؟ داش هي دي، اروح له اوكي اوكي اروح معلم على الخط تاني واختار من هنا الاقي ايه؟ داش بقى داش صح؟ هي اي نعم موجوده. بص اصل في حاجه اللي هنا بيقول لك ايه اللاير، اللاير دي كان نوع الخط فيها ايه كونتنس سورت، يعني قال لك هنا بقى ايه اللون، انت عايز اللون بتاع الخط اللي هترسمه ده ايه، انت كاتب له معلم عليه ايه باي لاير، يعني زي ما انت معرفه هنا، وكاتب هنا نوع الخط بقى ايه باي لاير صح، فعشان كده اي حاجه بترسمها باي لاير باي لاير، انما انت ممكن تغير تخلي ديت بدل ما هي تبقى باي لاير تروح معلم على الخط، بدل ما هي باي لاير لا انا عايز اللون دوت يبقى لونه مثلا اصفر يا عم، ايه المشكله؟ هو اي نعم هو موجود في اللاير اللي اسمها ستيرز، بس انا اللون بتاعه مش خليته زي ما هو متعرف في اللاير، زي ما انا بعمل في الدايمنشن صح كده؟ طيب اللي انا حاسس كده ان الداش ده مش عايز اصغره شويه، اعمل ايه؟ اروح عليه دبل كليك، دبل كليك كده ماشي؟ تظهر لي البروبرتيز بتاعه، الاقي في هنا حاجه اسمها سكيل، بدل ما هي واحد اخليها نص، واروح داس انتر الاقي ايه؟ اتغير فعلا صح؟ واروح معلم عليه وعامل ماتش بروبرتيز. صح كده؟ ماشي؟ واللي انا عملته هنا اعمله الناحية التانية، يعني انا لو علمت عليهم كلهم كده وده كمان وده كمان، اروح اعمله ميرور او كوبي من هنا لهنا صح كده ولا لا؟ ماشي، بس في مشكلة ان الداش هنا المفروض يكون على اليمين، اعمل له موف صح؟ المسافة بتاعته كام؟ 2.6 بس بالظبط كده ماشي. خلاص ابدا ارسم هنا اشوف الدايمنشن دي كام؟ كام يا عم؟ متر 60 اقسم كده متر 60 على 25 يدينا كام؟ 6.4 ده خليهم 6 يبقى اقسم بقى كده متر 60 على 6 26 سنتي ماشي ماشي. هقول له فروم النقطة دي شيفت 2 0 وسالب كام؟ 26 اهي صح كده انتر، واروح اعمل له كده بس مش واروح اعمل له اوفست بوينت 2 6 6 7 خلاص، وراح اعمل اوفست 0.03 صح كده، ده كده يجي الناحيه دي اللي تحت ولا لفوق؟ انا كده طالع من هنا المفروض لتحت لتحت صح ولا لا؟ انا اول حاجه وانا طالع ادي القلب اهي، ادي سن الحرف اللي بتاعي، انا بلاقي الحرف وتحتيه الخط الداش صح ولا لا؟ فانا طالع يبقى هو قدامي خط الداش قدامي، وانا طالع كده يبقى خط الداش قدامي بل تحت. ما انا قصدي كده، انا مش كنا احنا عملناها، مش قصدي فوق كده، لا انا قصدي فوق واحنا طالعين. خلاص كده اعمل ترمات الاول خلاص كده، واروح معلم عليه كله كده
بس ده السلم بتاعي بس كده اروح مسير. يبقى انا كده خلصت الخطوه بتاعه السلم. نبدا نشوف الحدوته اللي وراه، في منور وراه كده، المنور ده نحدده منين؟ ده تقريبا انا اقصد اول هو حاجه مالتي لاين، اروح اقفل الاول تحت كده الحمام اللي تحت ده صح، وبعد كده المنور بدأ من الاكس دوت لغاية اكس رقم 5، ادي اكس رقم 5 صح، ويروح نازل لغاية تحت صح كده. ده المنور، اروح اعمل عليه منور كده عشان اعرف ان هو ده ايه. صح كده ماشي. وبعد كده الحمام اللي وراه، كل اللي عليا ان انا راح اقفل بمالتي لاين هنا كده واروح حاطه النهار صح كده، عشان يبقى الحمام والحمامين اللي هنا يتقفلوا مع بعض ازاي، او على بعد الاكس اللي هنا حته المنور بمثلا هنقول كام متر عشان يبقى فيها شباك، يبقى شباك للحمام ده، اروح اعمل له مالتي لاين. مالتي لاين منين؟ فروم، فروم مين؟ النقطة دي، الناحية دي، يبقى شيفت 2 1 و0 اهو تمام، وأروح حاطه هنا صح كده. يبقى مطبخ، مطبخ آسف، حمام، 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 وادي المنور، وادي الطرقة، وادي أوض النوم صح كده، وادي أوضة النوم اللي هنا، وادي أوضة النوم اللي هنا، وادي المنور. نشوف بقى إيه موضوع الحمام اللي هنا ده. الحمام اللي هنا يا عم ماشي مع الاكس اللي هو رقم 3، اكس 3 صح كده؟ اروح اعمل مالتي لاين وجاي من اكس 3 اربط هنا مثلا، او اقفل كده مش مشاكل خلاص. وهنا اروح اعمل بلكونه، البلكونه دي بس عرضها كام دي؟ 63 سم، قول 60 سم 70 سم عشان تبقى انا اعرف اقف فيها. مالتي لاين واقول له شيفت كليك يمين فروم، فروم مين؟ دي. اقول له شيفت 2 0 سالب بوينت 7 صح كده، واروح اعمل عمود كده. يبقى دي الايه البلكونه بتاعتي، وده المطبخ، وراح اعمل هنا الايه الحمام هيبقى هنا طبعا. الايه ما الركبه دي المفروض ترجع ورا شويه، الركبه دي المفروض انها ترجع ورا شويه. طب نرجعها ازاي؟ لو عملنا ستريتش كده على الحته دي ايه اللي هيحصل؟ انا هبوظ معاها دي، مش مشكله عادي، ارجعها متر بس خلاص، واروح معلم على دي واروح مطلعها متر. واحد، فهمت انا عملت ايه؟ يعني نعم انا عوجتها متر بس رجعتها تاني خلاص كده. واروح اعمل له هنا ايه حته كده صغيره مالتي لاين. منين بقى؟ من هنا كده لفوق 0 1 عشان اروح اقفل الحته دي. ليه حددت المتر ده على اساس انها على قد باب، يا دوب الباب يتفتح ولا اي باب تاني خلاص كده. يبقى ده الحمام، وده قدام الحمام، وده المطبخ، وده اوضه النوم. النوم بيتهيألي كده المعماري بتاع الجزء ده كده كله خلاص صح، فاضل الكيرف اللي بره بقى اللي هو الاستقبال صح كده. نبدأ نشوف الاستقبال. الاستقبال ده هو مشكلته مشكلة إن أنا لازم أحدد نقط للكيرف ده، هو ده كيرف ولا نص دايرة ولا إيه بالظبط؟ هو الواضح إن هو جنب طريق، طريقنا بيتعمل على كيرف كده. فهي دي عشان نرسمه. طب نبدأ نرسم الإيه السهل الأول اللي هو اللي تحت ده. أول حاجة أنا كنت رسمت ده لغاية الآخر، أبدأ أروح داخل بيه بمالتي لاين من هنا كده تمام، واطلع لغايه ما يقابل الاكس اللي هون. هو قبل الاكس ده بكام؟ مثلا بنص متر. لا مش على نفس الخط، بعيد شويه، بنص متر، نقول بنص متر ماشي. يبقى اروح اعمل شيفت كليك يمين فروم النقطه ديت، شيفت 2 0 وسالب نص اهو تمام، واروح داخل متر
تمام كده علشان اجيب مظبوط. البتاع دي، واروح طالع متر برضه متر اهو خلاص عشان اجيب الكيرف بقى بعد كده. الكيرف ده بقى عشان نحدده ندخل بس النقط بتاعك عشان يبقى نحدد احنا ممكن ده. احنا عندنا 3 نقط دلوقتي لحد بول الكيرف. بالظبط كده، احنا عايزين ايه 3 نقط انت نحدد عندك بهم النقطة الكيرف. دي والنقطة دي والنقطة دي. ماشي، طب النقطة ديت نجيبها منين؟ ما دي قصاد ال نرسم البعد بعد بعد النقطة اللي هناك نطلع. طب انا اقول لك على حاجة، اقول لك على حاجة، النقطة دي عرضها كام كده؟ من هنا لهناك 5 متر 75، ومتر واجمع كده 5 75 ومتر 40 أو متر 45. متر 45 5 75 زائد متر 45 27 زائد 12 سم يبقى 732. 732. طيب ده على انهي اكس ده؟ ده على الاكس رقم واو، واو من على اكس اكس 2 رقم واو من اكس اروح 2 ارسم ايه؟ من اكس 2 اللي هو من هنا يعني. قلت كم؟ 732. 7 32 اها، ده من نقطة ودي نقطة فعلا قريبين من بعض تقريبا صح؟ والنقطة التالتة فين هنا؟ لا فوق اللي هي هنا، أروح جايب لا هنا من كده درو سيركل بدلالة كام نقطة؟ 3 نقط. 3 نقط درو ار ار أو أرك. ماشي، أصل ممكن أعمل عادي مفيش مشاكل. 3 بوينت، أدي نقطة أدي التانية وأدي التالتة صح كده؟ أروح شايل الخط ده وأروح أعمل لها أوفست 12 سنتي. لبست هنا ماشي، طبعا الحاجات دي كلها هظبطها بعد كده ولبست هنا خلاص. يبقى هو ده الكيرف ايه بتاعي ماشي. بس الحته بس اللي على اه الاسوار اروح راسم من هنا ده مالتي الحته لاين من اولها تقريبا. اول نقطه اللي احنا عملناها آه من اول الاكس رقم واو لغايه ال من اول بتاع اكس رقم 2 لحد النقطه اللي احنا عملناها دلوقتي آه لغايه هنا، نسبتها. لغايه هنا بس صح كده. وبعد كده اروح جايب من الاكس دوت اللي هو الاكس رقم كام ده؟ واحد واحد اه الاكس واحد اروح طالع. هي هنقول الاكس واحد اللي هو مع الاكس واحد يعني، اكس واحد كده فالت لاين من هنا كده كده، واروح طالع لحد هنا مثلا، نقول لحد هنا لحد هنا ماشي ماشي خلاص كده. واروح جاي من هنا اروح جايب المالتي لاين من هنا برضو، وده اللي ماشي هو مش محدد لي مسافة معينة وليكن لغاية هنا خلاص. وبعد كده اروح جايب الكيرف تاني درو ارك 3 بوينت، ادي نقطة اه ادي التانية ادي التالتة بحيث ان هو يبان مماس ماشي، واروح اعمل له اوفست نفس المسافة بس صح كده. انا اللي قدامي ده هو اللي موجود على الوش خلاص. دي بلكونه ودي تبقى بلكونه صح كده معايا ماشي. اه ممكن ماشي، وتحت برضو تحت نص نفس البلكونه الشيء برضو اهي، ناقص البلكونه اللي هنا. دي هتبقى هتطلع والله فوق دي سهله جدا، مالتي لاين هتطلع متر ونص لانها مكتوب عليها متر ونص اهي صح، متر ونص خلاص. واروح ماشي ماشي لغايه هنا عادي، واروح ايه طب انا عايز اجيبها بقى اجيبها منين؟ بص يا عم، ايه رايك لو انا غيرت الجاستيفيكيشن ورحت ماسكه من الطب عشان لما اعلم على النقطه دي يبقى انا كده ماسكه من الطب، فاهمني ولا لا؟ ماشي بس كده، واروح من السيدل تحت بس على البلكونه يبقى ده المعمل بتاعنا مش فاضل بس الشكل صح كده. نبدا بقى ايه نعمل تريمات ونظبط التظابيط، نرجع دول كده تاني ستريتش كده صح؟ ورجع دول تاني كده ستريتش صح كده؟ ودول مظبوطين ودول مظبوطين صح؟ نبدأ نظبط التظابيط. أجيب ال بص نلغي كل حاجة لو قلت له كده وقلت كنترول إيه ورحت أطفي كل اللاير بس أوكي ماشي؟ ما عدا أنهي لاير؟ على فكرة الحاجات اللي إحنا رسمناها على اللايرز ماست ييرز للأسف يعني. طب بسيطة أوي، ما احنا بسيط، إيه رأيك؟ ده كده أو كل ده كده وكل ده كده وكل ده كده
وكل ده رفعتها من هنا وخلاها ايه؟ كويس. سبورتس. هيختفوا طبعا يعني كل ما اطفيه، صح ولا لا؟ انا عايز ايد ايه؟ انا عايز اطفي الستيرز وعايز ايد الوول خلاص، عشان اعلم عليها كده كله واعمل اكسبت اتدمر كده. اروح مرجع كل حاجه تاني، ارجعها منين؟ بدل ما ارجعها واحده واحده، لا اروح فاتح ده وعامل كنترول ايه وفاتح لمبه واحده يفتح كله خلاص كده معايا. ابدا بقى امسك واحده واحده من هنا ريبليت. انا برسم معماري اهو، ده كده المعماري ده كله يبقى مفتوح على بعضه صح كده. لو انا عايز اشيل الاكسس عشان مضايقاني، اروح معلم على الاكسس كده واروح طفيه. صح كده، ودي كده اروح اعمل لها اكستند. مش راضية، اروح ماسكها من هنا كده صح كده، وهنا نفس الشيء بالظبط اهو. ترمات صح كده، وهنا نفس الشيء محتاج مني شوية مجهود بس كده، بس عشان المسألة تطلع أو الرسمة تطلع في الآخر إيه؟ 10 على 10 خلاص؟ وهنا راح نظبطها برضه تمام. يعني طبعا الحاجات دي كانت ممكن تتعمل وهو مالتي لاين لسه زي ما هو من موديفاي، بس أنا عن نفسي بفضلها إن أنا أعملها كده علشان أتحكم فيها أكتر فاهمني؟ لأن أنا صراحة مش فاكر أنا عملت مين الأول ومين التاني صح؟ ركبي يتطلب كده ان انا اعلم على الاول اللي اتعمل اخر حاجه وبعد كده اللي اتعمل الاول، صح ولا لا؟ لو ما عملتش كده بيروح عامل حاجه غلط. اهي رسمه زي الفل اهي. هو كله بيبقى مفتوح على بعضه ليه؟ لان انا قطعت خطوب، فالطوب كله ماتيريال واحده، عشان كده بيبقى كله ايه؟ مفتوح على بعضه. الماوسات اللي عندكم بسكرول ولا من غير سكرول؟ كارثه ان انت تشتغل على الكاميرا من غير سكرول. والله مش هتعرف تعمل الحركات اللي احنا بنعملها دي. ده كل شغله تقريبا متغير اصلا، ايوه بتودي وتجيب الشغل كده وتكبر ومش عارف ايه. بتقرب من هنا بعملها انا مره اصلا اشتغلت على من غير سكرول حسيت بالعجز، والله حسيت كل بالعجز شويه تعمل جامد. زوم مفيش لشاشه اصل المشكله هتعمل زوم على ايه ولا ايه؟ تعمل زوم على كل حاجه لانك انت شفت عنده. بس كده تقريبا الرسمة خلصت. اسحب ده كده
صح كده؟ في حاجة ناقصة لسه؟ خلاص كده، عشان أروح أرجع الأكسس. طب المسألة بتاعتي تقريبا خلصت. أبدأ بقى أعمل الإيه؟ الأبواب والشبابيك، صح كده؟ سيف الأول. طيب ده من اللي بابه شبابيك منين؟ زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، أول حاجة عامل لير اللي اسمها إيه؟ في دور؟ فين الدور؟ تحت السلم، صح. ماشي، في ويندوز، خلاص ماشي يا باشا، ماشي، صدقك والله، ويندوز، خلاص، أرزعه لون كده ولا حاجة، بصلي على النبي بس يا رب. والدور فين؟ بحب انا الاحمر ده. ماشي، طيب احنا كده فضلنا لنا خطوه الايه اللي احنا ندخل الادوار والشبابيك ونبدا نفرش، خلاص كده. اه